كله في 5 نقط. اول حاجه، هي الصلاه بتعمل لي ايه؟ في الحقيقه الصلاه بتعمل لي 3 حاجات، بتعمل لي حاجه في الدنيا، وبتعمل لي حاجه في القبر، وبتعمل لي حاجه يوم القيامه. الحاجه اللي في الدنيا بتبتدي مع اول سماع الاذان. الاذان اللي انت بتسمعه ده لو رددته مع المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان ترديده والانصات ليه ده اصلا يدخلك الجنه. وقال برضو صلى الله عليه وسلم ان الاذان ده انت لو رددته وبعد ما تردده والمؤذن ينتهي، لو قعدت تدعي ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعاء. تاني حاجة الوضوء، والوضوء ده أصلا سبب لحب ربنا سبحانه وتعالى ليك، إن الله يحب المتطهرين، والوضوء ده أعظم الطهارة. الوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو الخطايا والسيئات. الوضوء أصلا سبب لمغفرة الذنوب، لدرجة إن وإنت بتتوضى ذنوبك كلها بتخرج من بين أظافرك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. الدعاء اللي بعد الوضوء نفسه سبب لدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل من اي باب شاء. دعاء الوضوء بس سبب لدخولك الجنه من اي باب انت عايز تخش منه. خلصت وضوء بتمشي للمسجد، كل رجل بتحطها في طريقك للمسجد سبب لرفع درجه والمحو سيئه. دخلت المسجد، اسمع بقى المفاجاه دي. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد اذا جاء للصلاه اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقيه، ثم اذا ركع او سجد تساقطت عنه. كل ما تركع وتسجد وانت في المسجد وسط المصلين ذنوبك تقع من على كتافك. ولو صليت وفضلت قاعد في المسجد شويه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الملائكه تقعد تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث يعني، طول ما انت محافظ على وضوءك في الوضع ده. بالله عليكم في حاجه اجمل من كده؟ طيب ده كله للدين، ايه بقى للدنيا؟ الصلاه بتعمل لي ايه في دنيتي انا؟ بصراحه كده كلنا تعبانين، شغل وتعب وعيال وديون وهموم ومشاكل، ويجي وقت الصلاه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم الصبح غسلتها. يعني أنت في مشاكل وهموم وتعب، وأول لما وقت صلاة الفجر مثلا يخش: ثم إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، تنزلوا الشارع وتشتغلوا وتقعوا في ذنوب غصب عنكم، وتقعوا في كلام مش عايزين تقولوه، ومشاكل وهموم وضغط، ثم تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم العصر غسلتها. بنعاني بين كل صلاة وصلاة، وأول لما وقت الصلاة بيدخل قلبنا بيهدى وبيبرد. الحمد لله على نعمة الصلاة. في حاجتين: جسد وروح. الجسد انت قادر تبسطه، أكل وشرب وفسح وخروجات وكلام وضحك وهزار، إنما الروح دي عمرك ما تعرف تبسطها إلا بحاجة يكون ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ربنا اللي خالقها، وربنا هو اللي عارف إيه اللي يسعدها. وجرب مهما تجرب مش هتلاقي غير الصلاة هي اللي تغذي روحك وتهديها وتطمئنها. وما تنساش أول لما يشتد عليك أمر، أو أول لما مشاكل كتير تحوطك، اعمل زي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما اشتد عليه أمر، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ساب كل حاجة وراح يصلي صلى الله عليه وسلم. اجري على ربنا، هو اللي عنده حل مشاكلك. المحافظ على الصلاة ده اللي بيدي للصلاة وقتها، اللي لما بيجي يركب مواصلة بيشوف يبص في ساعته كده: هو أنا لو ركبت المواصلة دي هلحق العصر أو هلحق المغرب؟ اللي يروح يقدم في شغل جديد يسأل: هو أنا هصلي إزاي؟ أو بنصلي فين؟ أو إيه؟ الناس المحافظين على الصلاة دول واخد حيز من تفكيره ده، ربنا سبحانه وتعالى جعل جزاؤه الفردوس الأعلى. ربنا بيقول في القرآن: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اهتمامك بالصلاة عمره ما هيأخر عنك رزق ولا هيعطلك عن مصلحة، عشان للأسف في ناس بتفكر كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. اهتمامك بالصلاة هو اللي جالب أصلا للأرزاق ليك. سيدنا زكريا كان بيخش على السيدة مريم وهي بتصلي، ربنا بيقول في القرآن: كلما دخل، اسمع الآية دي، اسمع الآية دي، كلما دخل عليها زكريا المحراب وهي واقفه بتصلي وجد عندها رزقا، فنادته الملائكه وهو تارك غير الجاحد ده فاسق. الامام مالك قال ان تاركها كافر، والامام ابو حنيفه قال ان حكم تاركها ان هو يسجن لحد ما يصلي، لو صلى يخرج، لو ما صلاش يتسجن مؤبد، يفضل طول عمره مسجون، يفضل بعيد عن عينين الناس، ما يعيش معاهم عشان ما يبقاش فيروس ينشر مرضه حواليهم. ويا صاحبي ما تستغربش ان الاحكام دي قويه، عشان ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. انت لما بتغلط في حق حد ممكن الموضوع يتحول ان انت حبس او تتعدم، فما بالك باللي بيغلط في حق ربنا سبحانه وتعالى. حاول تستقبل الكلام ده بطريقه ايجابيه. اجمع العلماء ان تارك الصلاه لا يغسل ولا يكفن،
ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. وسامحني وما تستغربش الأحكام دي عشان ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، والواحد مننا لما بيغلط في حق حد من الدنيا ممكن يتحبس ممكن يتعدم، فما بالك باللي بيغلط في حق ربنا سبحانه وتعالى. ومعلش على أنا لسه هقوله ده، بس والله أنا بقول لك الكلام ده علشان خايف عليك وعايزك تلحق نفسك، وبحطك قدام الحقيقة الكاملة عشان لازم تعرف أنت عامل إيه عشان تلحق نفسك. مين هو تارك الصلاة؟ تارك الصلاة اللي ترك 3 فروض ورا بعض من غير عذر ما صلاهمش. كلمة لا إله إلا الله اللي بتنجي في الموت وبتنجي لما بنقولها في القبر للملكين، اللي ما بيصليش ما بيوفقش ليها، ما بيقولهاش وهو بيموت ولا بيقولها للملكين في القبر. في ناس هتيجي يوم القيامة نفسهم يرجعوا ربنا ونفسهم يصلوا ونفسهم يرجعوا تاني للدنيا عشان يتوبوا، فربنا سبحانه وتعالى يأمر الناس بالسجود، ففي ناس هتسجد سهل خالص، دول اللي كانوا بيصلوا في الدنيا. وفي ناس تانية اللي ما كانوش بيصلوا هيلحقوا يروحوا يسجدوا لعل ربنا يرضى عنهم، هيجوا يسجدوا يلاقوا ظهرهم ثابت من غير مفاصل. ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إبليس اطرد من رحمة ربنا واطرد من الجنة بسبب سجدة واحدة بس رفض يسجدها لسيدنا آدم، فما بالك باللي بيرفض يسجد لربنا سبحانه وتعالى، لرب آدم 34 سجدة كل يوم، وربنا لسه بيرزقه ولسه بيعافيه ولسه بيسعده ولسه بيطعمه. النبي صلى الله عليه وسلم هو في سكرات الموت وهو بيموت بقى كل ما يفوق يسأل الناس اللي حواليه أصلى الناس أصلى الناس. سيدنا عمر بن الخطاب اتحط في نفس الموقف لما اتطعم بالخنجر المسموم في صلاة الفجر، أغمى عليه وكان في سكرات الموت، كان كل ما يفوق يسأل أصلى الناس أصلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قاعد بالصحابة بيشرح لهم بيقول لهم إن لما الدجال هيظهر اليوم حاله هيتبدل والأوقات هتتغير واليوم مش هيبقى 24 ساعة. فالصحابة يسألوا سؤال واحد بس ويقولوا له وكيف نصلي يا رسول الله، يعني لما اليوم ما بقاش 24 ساعة نصلي ازاي، ايه ترتيب الفروض هيبقى ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. يعني اول لما الصلاة تأذن تجري تروح تقف صفوف المصلين تقابل ربنا مبسوط يوم القيامة. طيب السؤال اللي بيدور، السؤال اللي عندناش كتير جدا، والسؤال اللي محل جدال بين الناس، لو انا دلوقتي انسان طيب وكويس وبطلع صدقات وبعمل الناس كويس وبخدم الناس وما باذيش حد وما بصليش، انا كده ربنا هيحاسبني ازاي؟ في شرط، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وانت عبده، هو حطه لك ولا عليك الا ان انت تستجيب للشرط ده. ربنا سبحانه وتعالى خلى كل الحاجات اللي انت عاملها دي ابسطها لك. دلوقتي انت عندك ورقة امتحان فيها سؤال إجباري كبير وفيها 3 أسئلة اختياري، السؤال الإجباري ده عليه 2 الدرجات، والثلاث أسئلة الباقيين لو حلتهم وما حلتش السؤال الإجباري مش هتنجح. هي دي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الصلاة دي إذا صلحت صلح سائر العمل، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. واحد راح للنبي قال له رسول الله أنا مش هعمل من الفرائض كلها ولا من شرائع الإسلام أي حاجة غير إن أنا هصلي الفرائض الخمسة. النبي وافقه ومشي وبص للصحابة قال لهم أفلح إن صدق، لو ما جاش يوم القيامة إلا بالخمس فرائض دول مكملهم ومصليهم ومحسن فيهم ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة. طيب الحل إيه؟ الحل إنك تصلي. بس الحل انك تصلي، ده مش كلام كئيب وده كان كلام لازم تعرفه، ولا انا بقولك كده علشان اخوفك بس، والله انا مقولتش الكلام ده الا علشان كل المسلمين امرهم يهمني، وفي ناس كتير جدا دلوقتي متهاونين في الصلاة، وكلنا بنشوف الناس دي معانا في الشغل ومعانا في العمارة ومعانا في البيت وصحابنا وسايبين الصلاة خلاص ومش في دماغهم وما بيصليش ومش عايز يسمع كلام عن الصلاة. ممكن يكون علشان ما عارفش ايه فايدة الصلاة او ما عارفش الصلاة ممكن تعمل له ايه. فالفيديو ده ان شاء الله مهم، وعلشان ما ينفعش نقابل ربنا كده، ما ينفعش نقابل ربنا نقف بين ايديه واحنا ما بنصليش، ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يسالني يقول لي ليه يا عبدي انت رحت لكل الناس وما جتليش، ليه ندهتك 5 مرات في اليوم، ناديتك 5 مرات في اليوم ولا مره جتلي، وكان اي حد بيندهك بتروح له مره واثنين وثلاثه. عاهد ربنا دلوقتي انك مش هتبطل صلاه، عاهد ربنا دلوقتي انك تبقى مع حبيبه يوم القيامه وتبقى مع حبيبه في الجنه وتبقى مع حبيبه في ارض المحشر، عاهد ربنا انك عمرك ما هتبطل صلاه تاني. قول له يا رب خلاص مش هينفع تناديني وما جيش. والسلام عليكم ورحمه الله، جزاكم الله خير.